السمنة، السمنة مرض قاتل تنجر عليه سلسلة من الأمراض. الإنسان تقصار حياته وقت اللي ياكل برشا، كي ياكل برشا أمل الحياة عنده يكون قصير. لازمكم تعرفوا أنه السمنة رأي تنجر عليها العديد من الأمراض، أمراض ضغط الدم اللي تنجر عليها، أمراض القلب والشرايين، أمراض المعدة، أمراض الكلى، أمراض السكري بمختلف أنواعه. مش معناتها الإنسان ما يأكلش، لا، الإنسان يتمتع بالحياة ويأكل، لكن يأكل باعتدال. أما أنه يوصل الإنسان يوزن 250 كيلو. في هذا السياق الليلة نستقبله مدام نعيمة. نعيمة، مرحبا بك نعيمة. شحوالك لله، تفضل لله، مرحبا. المعنية بالأمر راي ماهيش نعيمة، المعنية بالأمر ماهيش مدام نعيمة. مدام نعيمة ملتاعة على كبدتها ويظهر لي على ولدها. مرحبا بك مدام نعيمة. بيك عايش. علاش تبكي؟ شبيك؟ قل لي شبيك؟ على ولدي. شبيك؟ على ولدك. قداش عمرك انت الساعة؟ 53. قداش عندك صغيرات؟ 3 زوجات وبنين. معرسة؟ فوق ال20. فوق ال20. صافا انت والمسيو؟ لاباس. شبيك قلت هكاك ور؟ لاباس. لاباس صافا. الحمد لله. 10 نتاع فوق ال20 سنة مش شوية. لاباس، جبت الولاد الاولاني، جبت منتصر، جبت البنيه، لاباس حياتي. لاباس الحمد لله. حتى نتعرفوا على حكايتك اكثر مدام، مباشره تشاهد معايا هذا التقرير. طب الام هي القلب الحنين، هي العالم اللي يلقى فيه كل انسان احتياجاته وراحته، هي اللي كيف يتالم صغيرها اقل انواع الالم تحسه هي اضعاف مضاعفه. مدام نعيمه ام موجوعه، ام ملتاعه، ام قاعده تتحرق من الداخل كل يوم، وسبب رعبها اليومي من امكانيه خساره ابنها في اي لحظه. مدام نعيمة تقول اللي ولدها منتصر وصل يوزن في عمر 9 سنين 60 كيلو. الأيام تمر والكيلوغرامات عند منتصر ولد مدام نعيمة تزيد، وصل لليوم يوزن 250 كيلو. 250 كيلو هو الوزن اللي خلى ولد مدام نعيمة اليوم غير قادر على الحركة إلا بمساعدة أمه، وغير قادر حتى على القمان من فرشه. مدام نعيمة تقول اللي المجتمع مرحمش ولدها، ونظرة السخرية والاستهزاء كانت تلاحقه في كل مكان يمشيله، الشيء اللي خلاه ينزوي ويرفض الخروج للشارع ولا الاختلاط بالناس، نظرة الناس من جهة وعدم قبول وضعيته من جهة أخرى، هما الأسباب اللي وصلوا ولد مدام نعيمة منتصر لمحاولة الانتحار مرتين. وبالرغم أنها حاولت تتعاون لإنقاذ وزنه باتباع حمية غذائية إلا أنه فشل. مدام نعيمة ولد ديما مع ولدها اللي تخاف في كل لحظة أنها تفقده، خاصة أنه محاولاته في الانتحار قاعدة تتكرر، واللي زاد من خوفها أنه ولا رافض التعامل والحديث والنقاش معها. هذاك علاش جات الليلة البرنامج مع علي، وقلبها ينزف من الوجيعة والخوف من فقدان ابنها. جات مستدعية ولدها منتصر باش تقنعه أنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وأنه هي ما تخليهوش وتقعد واقفة معاه طول العمر، وتحب ينحي فكرة الانتحار من مخه ويبدأ معاها في الرجيم. مرحبا بيك مدام نعيمة. نعم. اش بي اختي؟ انا عرست، قلت لك جبت 3 صغيرات، لاباس الحمد لله، نشكر ربي الحمد لله. حياتي تبدلت من اللي بدا يكبر لي منتصر. شبيه منتصر؟ من 7 سنين بدا يتبدل لي. صغير، الكبير، الوسطاني؟ يعني الوسطاني. 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 الوسطاني بدا يتبدل لي، ماذا بيا النهار كامل ياكل، النهار كامل فانا عمر هذا من 7 سنين. من 7 سنين ايش كان ياكل؟ ياكل، تتصور انت اللي في بالك الكل. هو عمره 7 سنين. شنو؟ ما يعيب حتى شيء، حلو ياكل، حار ياكل، كسكس صغار كلها. لا ماهوش كيما الصغار. مدام دورك انت وين؟ والله دور ابوه وين؟ اسمع، خليت ما حملت مع منتصر. شوف هذا باش نبداو نحدوا المسؤوليات، انا راه مش اللوم فيك. لا نعرف. هذايا كبتك انت تتحير عليها اكثر مني انا. اما انا باش نحكي معاك من زاويه اخرى. مانيش في وسط العجة أنا، أما من زاوية أخرى اللي بتتر الموضوع يدور لي غريب. وليد عمره 7 سنين، سامحني، وقت اللي راه زاد 3-4 كيلو ما عادش نعطيه ياكل، مش نقص عليه الماكلة، ننتبه لشنو قاعد ياكل. باش نكمل لك، أنا وصلت نسكر الكوجينة. أه؟ وصلت نسكر الكوجينة بالمفتاح. حل غلط. باهي. ماهوش حل. عملت له ريجيم. ناخذ له أنواع، نحي من لحمي وانواع الرجيم ناخذهم له ونعشيه من 7 نتاع العشيه. ماهوش حل.
نفيق نلقاه ريت ولكل شريته له كله كليه. اولا ساعة نهزو للطبيب هزيته وهو عمره 7 سنين. لا ما هزيتوش السبعة، هزيته في 15 سنة. هزيته وقت اللي الراجل ولا في 15 سنة هزيته للطبيب. شو من 7 سنين ل 15 سنة أنا باش نلومك، هنا أنت ماكش فاهم الموضوع وقتها. تفهم فيا؟ خاطر المرض السمنة راهو يتطور بشكل غريب وبشكل مفاجئ. وصعيب الحد من الانعكاسات نتاعو ومن اللي زافيها ديزيرابل نتاعو. معناتها الوليد وقت اللي بدا ياكل بطريقة غريبة عمره 7 سنين، وقتها ننتبه هنا. مش نسكر الكوجينة. تسكرها الكوجينة ويمشي ياكل. هزيته للطبيب. شو عمل كي سكرت الكوجينة؟ اي باش نشوف الحلول نتاعك صحيحه ولا ريت. اش عمل؟ الدنيا قلبها عليا. اش عمل؟ سرقني المفتاح وحل الكوجينه. حل الكوجينه وكلاء وعاود سكرت. وعاود سكرت وعمل لك مشكله. والله انا خليت ما عملت مع منتصر، ما خليتش، حيرت معاه. حتى انا قلت له نعمل معاك ريجيم، انا نعمل معاك ريجيم، انا نبطل الماكله. انا غير الريجيم نبطل هالماكله. انت على خاطرك ريجيم ينجم يحد ويخفض من الوزن؟ أكيد ما تعرفش. إيش وكلته وقت اللي أعطيته ريجيم؟ لا هزيته للطبيب. لا عاد هزيته 15 سنة، نحكي على عمره 7 سنين. إيش وكلته هو عمره 7 سنين وأنت ماشي في بالك تعطي فيه ريجيم؟ هات. أنا طيب له شوية روزة. أنا مانيش طبيب. روزة أزهر. باهي الروز معاك. نعطيهم له. باهي. كعيب عظام مصموتة. كعيبة ياغورت بلا سكر. إيه. هيزيك هاو في بالك. أرضاه بهذا ولا ما رضاش؟ الأيامات الأولى مشى معايا. طاح الريجيم بعد. ورجع لي بقوة. كنت يا مدام تنجم توكل الماكلة اللي مستانس ياكلها العادية اللي تاكل فيها أنت من غير ما تعمل هاللي قلتي عليه هذا ياكل. وتحد له بشوية بشوية. به فشل الريجيم ومن بعد. حاولت حاولت وسلمت. قداش يوزن 7 سنين؟ 7 سنين يوزن حكاية 55 كيلو. برش. 7 سنين. فهمت؟ 15 سنة قداش يوزن؟ فوق الستين يوزن. لين ولا ظهره يوجع، ركيبه توجع. ما خليتش معاه حتى حل. حاول لي الانتحار مرتين. حاول الانتحار فين عمر؟ مرتين في 19. علاش؟ لا عاد يخرج، بطل القراية. حطيته في صنع حجامة بطل. الناس يضحكوا عليا، العباد يضحكوا عليا، حتى اللي يخزر له هكا يضحك عليه. علاش بطل القراية؟ سامحني يا مدام، ما عادش يحب يمشي يقرا. علاش؟ على خاطر ساقي وظهر يوجع فيه والعباد تضحك عليا. ما عادش نمشي في كيس. شفت انعكاسات ولا نتاع مرض ولا؟ اه مستقبله معناتها الوليد؟ ما عنده حتى مستقبل. والله لا عنده حتى مستقبل. شو ياكل وهو كبير؟ شو ياكل وهو كبير؟ ياكل كل شيء. شو ياكل مدام قول لي؟ ياكل معناتها الماكله حد الماكله. شو ياكل؟ فطور الصباح. فطور الصباح. فطور الصباح زوز ملاوي كسكروت. دوب الكسكروت. نقولوا معقول بر. اي. باهي. نص نهار نحط له شقاله، يحط شقاله مقرونه، شقاله قصقصي. قداش؟ طل كيلو؟ لا كيلو، طل ما يشبعوش منتصر. كيلو مقرونه؟ اقسم بربي. مدام كيلو مقرونه ومعاه باجيت. باهي. تعرف كيلو مقرونه قداش فيها من سعره حراريه كالوري ولا؟ اجى عندك. ال 100 جرام مقرونه طايبه. فيها على كل 100 جرام مقرونه فما 72 جرام سكريات. لي سوكر لو. وال 100 جرام مقرونه فوق ال 225 كالوري. يعني السيد في فطور نص نهار يضرب 2500 كالوري احتياجات نهار كامل نتاع عبد كبير. وزيد معاهم باجيت بطبيعه الحال. 100 جرام باجيت فيها 72 جرام سكر كيف كيف، وفيها 225 كالوري. والماء ريت قد ما يبدا ياكل. أي. نبدا نفك له في الدبوزه. والماء الماء مش مشكله. الماء زيرو كالوري. في وسط الماكله ياكل ويشرب. الماء زيرو كالوري. زوز ملاوي باش. اهي صوت النو سلامي. 100 جرام طن فيها على الاقل 450 كالوري. معناتها فما 3000 كالوري هذوما بين الصباح والليل. في الليل. وانت في بالك معناتها من النص نهار لليل ما ياكلش منتصر. اش يزيد؟ لا ولا بدي ياكل ولا بدي يعاود ياخذ كعبه فريكاسي، ياخذ كسكروت مملاوي، ياخذ اي حاجه لليل. في الليل اش يتعشى؟ في الليل فطرنا منه في الليله، يعاود ياكل منه في الليل. والا حاجه اخرى جديد. والا حاجه اخرى جديد. ام باش يرضى هكا لا. كونتيتي كبيرة. اه كونتيتي كبيرة. قول لي كيلو مقرونة مش شوية. اقسم بربي. يعني راني عملت معاه يعني المستحيلات. يعني السيد يتجاوز 3000 4000 كالوري سعرة حرارية في اليوم. سي تو تافي نورمال. قداش يوزن توا؟ توا يوزن 250 كيلو. 250 كيلو. يلبس عندي شهر من وزنته. اي. ونزيد نقول لك وين وزنته ما يسالش. وين اي؟ حتى فارماسي ما حبت توزنه. اكيد. لأنه الميزان يقف.
في 108 هزيتو المارشي لجرو باش توزن ولدك. شنو زن ولدي؟ معناتها ميزان نتاع بطاطا. والله والله المارشي لجرو هزيتو. هذا راه مش من باب التندر، ما هذه حاجه توجع، هذه حاجه تقلب انه بشر ها نوزنوه على بسكولة نتاع خضره ولا 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 ولد عمره 20 سنه على بسكولة نتاع خضره ولا نتاع دواب. ما تبكيش مدام، اسمع اسمع اسمع، لو كان جالب كاي حل راهي تحلت المشكل، خاطر كلكم ساهمين في هذا. سامحني انا ما انا مريتوش توا ما جبتوش. انا علاش جبتوا لي؟ لا باش نحاول نقنعو، باش ما يتقنع لي الطب. اش قالوا كي هزيتوا للطبيب؟ هزيتوا للطبيب، قال له قال لي مش نورمال، اعطاه دواء قال له ذي نقص لك بالشهية تاعك. شيء الحربوشه انا نحطها له في فمو، نرجع للحربوشه. شربتش لنوم تاع المعده؟ لا هزيتوا للطبيب لعشاب، خسرت عليه بخسرت راضي. ينجم يلبس حوايجه فاسيلمون ولا؟ صعيب شوي. كلاست انا السروال طلع له انا. ما ينجمش هو؟ لا ما ينجمش، نعاونوا على التواليت. برشا حاجات تدويش نعاونوا انا. كل شيء كل شيء انا في حياته، انا امه، انا اخته، انا صاحبته، لا عندي صاحب. علاش على روحك بركه في علاقتك بيه؟ انا لا منتصر على ما عاد حامل حتى حد. حتى حد بعد حامل بوه لا حتى حد ما يقول له ما يقرب لي حتى. علاش كان انت خاطر انت تعطيه ياكل اللي يحب عليه؟ لا والله لا 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 اسمعني لا 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 انا ناخذ انا ايجا فاهم كيف انا انا نقومو انا ناخذ بخاطرو حتى مرتين يمشي يمشي مثال التواليت انا من ما حتى كان انا حتى التواليت ما ينجمش يمشي وحده وصل لمرحله ما ينجمش يقوم يقوم بالسيف نولي انا نقوم له انا نغطيه انا كل شيء معناتها حتى اخوه نقول له تحرك شويه اعمل حاجه على روحك. راجلك ما يعاونش اخوتك ما يعاونوش؟ راجلي هزه مره ظهره تعمل انت انا هي في حياته منتصر اللي عنده صاحب اللي يمشي القهوه اللي عنده خممتش تعمل له تدخل جراحي عمليه جراحيه لتخفيض الوزن؟ لا بالكل بالكل عندك الامكانيات ولا ما عندكش؟ لا ما عندكش. انا جايباته باش نقنعو انا وياه نعمل ريجيم انا وياه. لا في مرحله 250 كيلو ما عنديش كان ربي سبحانه أفضل. عندي في مرحله 250 كيلو حكايه الريجيم راهي تبدو مساله صعيبه عليه برشا. هو يقول لي انا قداش باش نقعد نعمل ريجيم؟ اي حكايه صعيبه. قداش باش نقعد حياتي ريجيم؟ إيه. انا صعيبة. حاولت نموت باش انت ترتاحي وانا نرتاح، وانا شوتني الموت قبل زيدي شويه. حاول يموت؟ اي حاول يشرب الجفال. وشرب الجفال؟ شرب الجفال. أنا شويتني نموت قبل بزيد شويني هو، أنا حاجتي بيه هو. مرة ولا مرتين؟ شربي الجفال مرتين. يخرج للشارع ولا؟ قليل ياسر وأنا معاه، العشية كي نروح. معك أنت يا كهو؟ أنا معاه. ما يمشيش ما يتفرجش يمشي البحر؟ مستحيل. بيسين؟ لا. ما يخرجش بالكل. علاش جيتني اليوم مدام؟ أنا جبت ولدي باش نقنعه. تتصور حل؟ ما عندي حتى حل، ثمش ما يتقنع في التلفزة على الأقل. أنا هاني معاه نحي من فمي ونعمل له هو الريجيم. المهم ما يحاوليش حاجة كيما هكايا. أنا حاجتي بيه هو. أنا نحب ولدي يعيش. شوف وقت اللي وصلنا لمرحلة الانتحار، معناتها وصلنا لمرحلة نفسية متردي على الآخر. دو تونتاتيف دو سوسيد، زوز عمليات انتحار في جرة بعضهم. بنفس الطريقة يبدو لي المسألة ما عادش جسدية برك، يبدو لي المسألة تعقدت إلى حالة نفسية حرجة. ما عادش حامل حتى شيء. إيش قلت لك أنا؟ حتى خواته. حالة نفسية حرجة. تو كي يشوف خواته يحكوا يقول لي ماما عليا، خاطر أنا ما نتحركش، خاطر أنا سمين، خاطر زيد أنا الناس يضحكوا عليه في الشارع، زيد الناس يتعاملوا معاه. احنا ما تعرف احنا حتى الفاميلا، حتى كي نهزوا العرس. حتى يقول لي انا يقول لي انا كرسي هذا باش يقعدوا باش يكسروا هذا. هكا يقولوا العباد. اي والله. خايفين على الكرسي ومش خايفين عليهم. اي حتى كي يتلموا. هو بالحق يقعد فاسيلمون على كرسي ولا انا عملت له كرسي حديد. باش ينجم يقعد. باش يلقى راحته. وتتصور انت نمشي لدارنا نهز كرسي الحديد، نمشي لدار اختي نهز كرسي الحديد. باش حتى حد. كرسي الحديد. حتى واحد ما يتكلم. حتى حد ما يقول له حتى كلمه. هكا. العباد شو شو شوف الناس بتجيبهم. شوفوا الناس بتجيبهم. معناتها. كالي في كرسي حديد باش ما يقولوش الناس يكسر ليش الكرسي اللي باش يقعد عليه. انكرويابل. شو قداش من راعيوش نفسية بعضنا ومن راعيوش همومنا وامراضنا وقساواتنا. غريبه ولا غريبه. باهي انا باش نشوف معاك حل اخر. اقناعه بريجيم باش يبدل نتمنى انه يوافق. ان شاء الله. اما يلزمه اشهر كبار اشهر طوال كان مش سنوات.
نحاولوا ساعة نحيولوا فكرة الانتحار ساعة ونحاولوا نقنعوه أنه بدلوا هذايا اللي هو مش عاجبه اللي الناس تضحك عليه. قولي ماما شنو حياتي استنيني عاد اللي الناس تضحك عليه واللي الناس ما تحبش تقعدوا على كرسي في ديارها باش ما يتكسرش الكرسي باش انت تبكي كيما توا. نحيولوا الفكرة هذية والحل هو التدخل الجراحي. فهموني قولوا يا منتظر أنا باش نخلي الباب مفتوح للناس اللي تحب تتطوع قولوا لنا رأي حاسس السيد هذايا نقنعوه أنه بدنه هذايا ينجم يتغير. يقول لي ماما أنا شنو حياتي؟ أنا لا نلبس كيف الأولاد لا ندور كيف الأولاد. في اللبسة كيفاش عاملة؟ في اللبسة تعبة ما فماش اللي تعب. نمشي لتونس ناخذوا كيفاش تعمل؟ نشري ثم مقازا تبيع الطايل كبير. ايه لطايل كبار تلقى ولا ما تلقاش؟ ونزيد نشري السروال ونزيد نشري وحده اظرف منه ونهزل التارزي يزيدوا. شو اسمه الولاد؟ منتصر. منتصر الليله يكون بحذانا ان شاء الله في برنامج مع علاء. الليله مدام نعيمه جات البرنامج مع علاء ولدها عنده مرض السمنه المفرطه. سمنه يتجاوز فيها وزن ولدها عمره 20 سنه 250 كيلوغرام بالتمام والكمال. مدام نعيمة يبدو لي حياتها وقفت. ولدها حاول انتحار مرتين. نظرة الناس خايبة تجاه المرض هذايا. ناس تضحك. ناس تخمم في الكرسي اللي عندها كي يقعد عليه منتصر. اسكو يتكسر الكرسي ولا ما يتكسرش؟ المرأة صنعت كرسي حديد. يهز وزن 250 كيلوغرام باش ما تسمعش حتى واحد يتندر بولدها ولا يقول كلمة خايبة في ولدها. اللحظات الحاسمة باش نقول على الاسم ونشوفه منتصر جاء ولا ما جاش. نرحبوا مباشرة بمنتصر. أهلا بيك منتصر. تحويل الخير لبس عليك صباح هيقعد منتصر. مرحبا بيك منتصر. مرحبا بيك منتصر. شنو حالك؟ الحمد لله. قداش عمرك؟ 20 سنة. عندكش فكرة شكون اللي استدعاك الليلة ولا استدعتك الليلة في برنامج مع علاء؟ ما عندك حتى فكرة. قداش توزن أنت منتصر؟ تظهر لي بصحتك شوية. 250 كيلو علاش؟ برشا. علاش؟ الوزن المفرط هذا الكل. على خاطرني ناكل. لا خاطر أنت حبيت هكا منتصر. جو بونس ما عرفش. باهي قبل ما نبدا وحديتنا نشوفوا شكون اللي استدعاك الليله في برنامج مع علاء. شكون أمي. علاش أمك زعما استدعتك الليلة في برنامج مع علاء؟ شبيك طبست راسك الساعة كي شفتها؟ أكيد عملت لها مشكلة باش تجيبك الليلة في برنامج مع علاء باش تجبد لك ودنك. تعبتها ياسر. تعبتها فيه؟ شو عمل؟ عملت عاملة؟ شو عمل؟ تعاني فيا. أه؟ تعاني فيا. تعاني فيك؟ تعاني فيك فيش؟ ما تنجمش نتحرك وما في الدار معناها ما نتحركش ما نمشيش حتى للدار. علاش ما تتحركش؟ ما نجمش عندي ضيق انفاس يسكر عليا انفاس هي معايا هي كل شيء. هذا الكل من الميزان ازاي؟ باهي هي الليله استدعتك في برنامج مع علاء عندها ما تحكي لك وتحب تقول لك برشا كلام. مدام تفضل. منتصر نسمع فيك. نعم. انا جبتك لهنا باش نحي الفكره ذيك من راسك. ما عادش تعمل هكاك. أنا حرقتني الموت وأنت تعرف. أنا نعانيك عمري كامل، نعطيك عمري كامل. وما نقولش حيت الوب، أنت ما تعملش هكاك وأنت تعرف. اللي تقول لي عليه أنا نعملها لك، ما عنديش حاجة أخرى بيدي باش نعملها أكثر من اللي عملته. وما تعملش هكاك وما تعملش اللي عملته فيا وروحت نلقاك حالتك حليلة كيما هكاك يا بابا. أنا حاجتي بولدي. شوف خيالك، شوف زينك. شوف قدك محلي علاش شويلي كبتي عليك؟ كبتي محروقة نمشي نبدا نخدم نبدا محروقة. كل مرة نقول توا كلموني منتصر ندرى شنو صار وليت ندرك في السكاكن ندرك في فتاك ندرك في جبال كل شيء ندرك عليك علاش؟
علاش عملت لي هكايا؟ جبتك لهنا باش تسمعي كيفاش نعمل انا ولدي ريجيم؟ نقطعها الماكله ما عادش عيني فيها، نكري انا وياك وحدنا. ولدي بسنية يمك عطيني واحد، وانت ديجا تعرف انا كي ري واحد يغمز عليك نزك ونروح، ما نقعدش حتى في دار واحد يا بابا. على خاطرك انت ولدي ونعانيك بعيني نعانيك وما نقولش حق، ما نتعبش وما نعياش. منتصر جاوبها. حكاية فارغة اللي جبتينا عليه، حكاية فارغة يا بابا. عليها حكاية فارغة يا خويا، كان انت عليها حكاية فارغة. علاش جد في رايك؟ علاش انا ما لقيتش حتى حل اخر؟ علاش جد في رايك؟ انا ما يلزمني نخدم، نقعد معاك نهار كامل في الدار، كيفاش باش نعمل؟ عليه حكاية فارغة يا بابا؟ عليه قرايتك خرجت منها، الصنعة خرجت منها، عليه؟ بس هي تعبت وأنا تعبت. ما تعبتش، ما تعبتش. قلت لك تعبت، شكيت لك، مناش تعبان؟ مناش تعبة؟ ما تعبتش، حتى كان تعبت داخلاني، ما تظهرولكش أنا ونهار ظهرتولك. أنت تقول أمي وأنا نوقف. أنا ونهار أنت قلت أمي وأنا ما قلتلكش نعم يا بابا. بنعيط لك كان يا بابا، بنعيط لك كان يا خويا، خاطر تعركت في خوك ما نعرفش تعرك فيك، بنعيط لك باسمك، نعيط لك يا خويا ويا بابا. منتصر يا رب ما جاوبتهاش، وانا نحبك الليله تتكلم وتجاوبها وتخرج اللي في قلبك كل باش نلقاو حل، سينو باش نقعدوا في المرحله اللي احنا فيها. انا تعبت يا ياسر، انا تعبت، حكي ما لقيت حتى حل. معناها كان الحل هذا شنو هو الحل؟ حل انه نرتاح وكهو. ترتاح؟ كيفاش ترتاح؟ الموت هو الحل. لا عيش، او باش نحلوا قوس. لو كان في بالك الانتحار باش يحل مشكلة السمنة اللي عندك ابدا، بار كونتر عندك الحل، الحل موجود. وتستلهم الحل هذا تعرف مناش ولا من فهمك للمرض نتاعك. نسالك سؤال، انت باش مريض يا منتصر، هذا مرض اللي انت فيه ولا ماهوش مرض؟ مرض. مرض اسمه السمن. باهي، المرض هذا باش نحيلك فكره الانتحار راهو، يبدو لي ماكش فاهم المرض نتاعك. نقول لك علاش، خاطر تحب تموت. الوغ كو المرض نتاعك عنده حلو، عنده علاج، نجمو نتخلصوا منه. ريت بدنك هذا، شفتوا هذا اللي انت تكره، اللي انت ما تحبوش، اللي الناس عقدوك بيه، اللي الناس تضحك عليك بيه، هذايا نجم تولي توزن كيما الناس العاديه هذيا اللي ترى فيها الكل. في بالك ولا ما في بالكش؟ اقصى الحلول مش باش يعجبك، هذايا اتعس حل انك تنقص من الماكله وتعرف اش تاكل. حاولتش هذا، في بالك باش تتحسن في جمعة ولا تنقص الوزن في جمعتين؟ في وزنك انت نحكيه على عام عامين ثلاثة مش شوي. شا عملت انت ترى؟ أعطيني شا بذلت مجهود انت باش تقيس؟ قل. حاولت 8 مرات. قداش قعدت شادت في الرجيم؟ جمعتين ثلاثة. ماكش باش تلقى نتيجة. هو انا كان نحب نطيح 3 كيلو يحب لي شهر ولا شهري، انت 250 كيلو باش تطيحهم اليوم؟ شيتش المعهد التغذية؟ شيت. ما كملتش في الرجيم؟ إيه. انت هنا تحب تعاقب روحك يا منتصر، تعاقب روحك لانك فشلت، تعاقب روحك باش بالانتحار انك تموت. دونك الحل هذا ما نجحش معاك هكا ولا الا وجه حلول اخرى يا سيدي. اذا كان الرجيم الحميه ما نجحتش معاك، فما التدخل الجراحي هكا. خممتش انك نهار تعمل عمليه، اما لتحديد حجم المعده والا عمليه شفط كريمه معناتها ومعاها ريجين. خممت في هذا ولا ما خممتش؟ اما علاش مهزك للانتحار ديريكت؟ علاش ما خممتش في هذا؟ ما لقيتش حتى حل اخر قدامي، ما
لقيتش حتى حل. هاك لقيت حل باش تاكل وباش توصل للي انت فيه، ما تلقاش حل باش تنقص من الماكله وتعمل رجيم حميه غذائيه اللي تنجم تمنك. ما خلتنيش العباد، ما خلتنيش العباد. اش بيهم العباد؟ احكيلي اش عملوا لك العباد؟ لا نجم لا نخرج لا نمشي. احكيلي اش عملوا لك العباد؟ نعرف اني انت ما تنجمش تخرج، شنو هو اللي تعدى بيك؟ خل نفهم. الناس الكل تضحك عليا. اش يقولوا؟ بوتي فما مثلا مرة نهار انا نمشي تلفت الولدة قالت له سامحوني، قالت له شوف البقرة. تودك ليه؟ شوف البقرة. شوفك التشبيه. تشبيه انسان بحيوان. نسي نورمال يتعقد. يبكي وينوح يتعقد ما لا لا. شنو هي المواقف الأخرى قل لي؟ برشا برشا التاكسيات ما يقفوليش. علاش ما يقفلكش تاكسي؟ ما يقفليش تاكسي. علاش؟ علاش؟ قولي انت لا. هك علاش؟ ما نقول له علاش؟ انا جبناك في كرهبه وطلعت في كرهبه لاباس عليك. خليني يمشي. في بلاصتك نطلع ونقول له هزني المركز. انت لا. شنو هي الاخر؟ حتى الكار كي نطلع. اي. الكار كي باش نطلع مثلا نبدا في الاري تعدى الكار نبدا فيها كنانة يتعدى ما يقفليش. يتعدى خليني يتعدى. هذاك سيدي راه نقل عمومي. خليني ماهوش مزيان حقك تركب فيه. بالسيف عليه وبالسيف على اللي يسوق فيها ومش مزيان. شنو هو الاخر؟ قول لي قول لي. قول لي خلينا نعرفوا خلينا نعرف بعضنا على الاقل. قول لي. يبدو فاميلتي ماشية للبلاصة ما يهزونيش معاه. شكون فاميلتك ما يهزوكش معاه؟ فاهم باش يمشوا للبحر مثلا باش يمشوا يدوروا باش يمشوا. مشيت للبحر مرة؟ ما يهزوني في الليل. في الليل. باش ما يشوفك حد. مش شوفني حتى واحد. اخواتك مقصرين معاك؟ مقصرين. قول قول. مقصرين انا. قول. خاطر امي ديما لاهيه بيا انا. ومعناها. ما يخرجوكش. ما يهزوكش. في اللبسه كيفاش عامل؟ في اللبسه اما ثم مكازا واحد اللي تبيع حوايج كل غالي. والا ناخذ. غاليين حوايج. الحوايج اللي تايك. والا ناخذ. قول لي شنو الامراض اللي عندك بالضبط؟ ضيق تنفس. اي. عادي كان ضيق نفستك كي نمشي عملت تحاليل نفس ما نجمش نتنفس اي عملت تحاليل الدم الاخرين الكل لاباس هادي شيء احمد ربي جات في طرف ضيق تنفس خاطر كان باش نكملوا باش نمشيوا لضغط الدم وامراض القلب والشرايين كوليسترول الشحم الثلاثي اللي تريغليسيريد والسكري ومشاكل في البنكرياس ومشاكل عاد تبدا عاد وتبدا مشاكل في المفاصل في العظام في الميوسكل ونمشي ونبحر في حكايه كبيره 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 حتى حوايجي منا يا اما ناخذ قماش ونخيط ولا نشري مريول يده كبير شوي ونزيد فيه اما مدام معانيه كبيره نعلي شو نعمل وضعيتك النفسيه سامحني كيفاش ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش عندي ليك حل ما تبكيش وانتصر ما تبكيش عايش خويا انا اخوك الكبير الليله باش نعاون ما تبكيش الزوز عاد شنو هو تو ديري بكي مزيان البكاية عندي في حل رانا رايت حلت المشكلة باهي منتصر قل لي اسمعني نفسانيا مرتاح ولا ماكش مرتاح؟ ماكش مرتاح مشيت للبسيكياتر ولا مشيتش؟ فوالا قداش ليك ما مشيتش للطبيب؟ مشيت الجملة مش علاش؟ إمكانيات؟ بوك يخدم؟ أنتريتي أنتريتي قداش الروتريت نتاعو؟ معلش قداش الروتريت نتاعو يا مدام؟ راجلي 400 400 دينار وعندك ثلاثة صغار يعيشوك هذو؟ أنا نخدم زيد وأنا نخدم النظف قداش تخدم؟ نظف 500 معيشتهم مستورة معيشتهم مستورة والحمد لله والحمد لله المهم هو ما يعادش يعمل حتى حاجة في روحه والحمد لله هزتهم في سنيان لا لا هذا باش نتفاهموا فيها الحكاية هذه نتاع يعمل حاجة في روحه ساعة نتفقوا ساعة هذه فكرة الانتحار ونموت نحيوها ساعة كنت تحب نلقى لك حل الليلة شرطي الشرط نتاعي الليلة باش نلقى لك حل حكاية الانتحار هذه تنسى نتفقوا في هذا إيه ولا لا؟ حكاية الانتحار نوقفوها ننساوها أول ما باش نبداو
بالمشاكل النفسية ساعة نعالجوا النفس نتاعنا، نحيو كل أي فكرة هدامة وأي تنتاتيف دو سوسيد، أي محاولة للانتحار نحيو، زادة لغوفوبي سوسيال، أنك ما تخرجش من غدوة يزمك تخرج. الفوبي سوسيال هذه نحيوها، يزمك تخرج غدوة تدور وتحوس وتقابل الناس وتقابل أصحابك. شرطي هذو شروطي، أنا ما قلتلك شروط بطل الماكلة يا أخويا، كل قد ما تحب. تاو تاو يزمك تخرج تقابل الناس، يزي ما ضيعت من قرايتك، يزي ما عملت وما عملت وما عملت، هاي تعطينا نفسيتك ترتاح الساعة. باهي ولا مش باهي؟ هكا ولا عطا نقول لك على الحل من بعد. هاي مدام اخوي اش عندك باش تقول له واش باش تحكي له؟ نسمع كاي قول له ربي يهديك ويسمع كلامي يبعد على الحكاية هذه كلها. وانا راني ما نسلمش فيك، ما نسلمش فيك جمله 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 جمله. تحب حتى نوم الليل ما عادش نرقدو، ما عادش نرقدو، نقعد معاك الليل وطوله، عيني نحيهم ونعطيهم لك. زيني متعبتك لعبتك ياسر. لا مانيش تعبه، انا لا شكيت لك ولا بكيت لك، انا بكيت كان تو، انا حتى كان عندي حاجه دخلاني ظهرت لك حاجه. انا مرضت وهي مرضت. شكيت لك انا مانيش مريضه. ايه نمرض الزوز انا لاباس علي، انا لاباس علي. يا بابا انت راك روحي، انت عمري، انا عمري مشى زي انا، انت كل شيء في حياتي. انا نحب نتهنى عليك انت ونوصلك لبلاصتك انت، كنت تلقى عيني انا، انت شكون بيك؟ شكون مشى عليك؟ شكون مشى عملك؟ وانت تعرف يا عمك عم حد تجي يا منتصر، اسمعني وفهمني، انت تعرف كنت تلقى انا عندي السكر وكنت غششني انت ونموت انا، انت شكون بيك؟ انا شكيت لك قلت لك راني تعبه، انا نخدم ونروح ونبدا فارس وقتاش تخلط لك؟ ملي الحين الباب نقول لك يا بابا انا باس، ما نقولكش يا منتصر. سمعتيش نهار عيط لك يا منتصر؟ عيط لك يا روحي يا بابا يا خوي. انت تعرف روحك على اخواتك الكل وحتى على اختك طفله واحده، انت خير منهم الكل. انا ما يهمنيش الناس ايش يقولوا، انت روحي انت كبتي انا، انت عمري انا، عمري لي انا بعته عليكم. تحرقني بالحرقه هذه عليه، وانت تعرفني تحرقت قبل وتشويت قبل. عيش ولدي يا منتصر، اوعدني قدام الجمهور، قدام تونس، قدام العالم، اوعدني كان تحبني. انت تحبني ولا ما تحبنيش؟ تحبني قد ما انا نحبك ما تصورش، اوعدني. جاوبها يا منتصر احكي معاها. تحبني قد ما انا نحبك، اوعدني ما عادش تعمل حتى شيء في حياتك، ما عادش تعملهم الحاجات هذوما، ما عادش تعملهم. وانا هاني مع ولدي ما نسلمش في ولدي. قلت لك وعدني تستنى في جواب يا منتصر. وعدني عايش ولدي. نوعدك. يا بابا راك عمري. تعالى بشنو؟ راك خويا. ما عادش نعمل حتى شيء. عايش ولدي. لا انتحار ولا شيء. باهي مدام قال لك نوعدك. اي. ان شاء الله. ماهوش حل هذا. عندك حل آخر؟ شنو هي مدام الحلول المتاحة عندك؟ الدوية تزول الطبيب تشوف شنو تنجم تعمل معاه؟ مدام أنا الطبيب، أنا والطبيب شنو تهزولو؟ هزو للطب العمومي، هزو للسبيطار، داوي ولدك. مشيت يا ساعة على السبيطار. أه؟ مشيت. هزيتو. شنو اللي صار؟ ما عملولي حتى شيء. هزيتو المعرض التغذية راني. ما شدش في الريق ذاك ما نجموش. انت تحب راني ما سكتش هزيتو راني. تحب تولي عابد اخر ولا عندك العزيمه هذه ولا؟ قولي جاوبني، ما تعمليش هكا. عندي. عندي. عندك استعداد باش تضحي ولا؟ ايه. عندك ولا؟ عندي. الوعد اللي وعدت به امك متفقين فيه؟ بدون نقاش. تحب تقابل أمك ولا؟ على الأساس هذا الوعد اللي وعدته لي أنا وليها هي، سينون لا. من اليوم باش تولي بوغوس راك يا طفل، باش تولي مزيان، باش تولي إنسان عادي، هذا يتطلب شوية تضحيات، والوعود اللي قلتهم لنا كل تنفذهم. وأنا عندي ليك الحل السحري من بعد، كي تقابل أمك عندي ليك الحل السحري.
اوكي كلمه رجال عاود لي قبل كلمه رجال كلمه رجال تتقابل انت وامك توا تفضلوا مرحبا هاي تفضل تفضل مدام تفضل مدام لا هوني 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 مزن اش بيكم مزروبين هيا قعدوا 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 اقعد رد بالك تنحالك الميكروان خليها كيكة اقعد مدام بجنب اقعد ميسالش اقعد بجنب شوف منتصر احنا عندنا برشا حبابنا واصحابنا من المصحات الخاصه اللي يحبوا يعملوا اجر ويعملوا الخير لله لا نذكروا اساميهم ولا نصوروهم ولا 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 فقط الوليد يحتاج الى ريجيم والى تدخل جراحي ريتو الوليد هذا بشترى عابد اخر بشرط ينضبط النصائح الاطباء وينضبط للوصفات الطبيه اكهو هذا اللي علينا احنا اللي علينا احنا ولدك ردوه عبد اخر كيما الاولاد هذوما كل اللي طرفوا يرحم امك يوزن 80 كيلو ولا 70 كيلو المهم يوصل يرحم امك تفهم فيا هذايا اطاو يتصلوا بينا الناس وبقدره ربي نحلوها المشكله وكي نقول لك وعد وعد توا في اللي عليه هو اللي عليه هو هو اللي اصعب اولا فكره الانتحار تلغيها من مخك باهي اثنين حالتك النفسيه يلزمها تتغير توت سويت من اليوم تخرج تطلع في الكار تركب في تاكسي تخرج مع اصحابك تاكل تشرب عادي نورمال تفهمنا فيها هذيا تخرج للشارع غدوه ربي يهديه تمشي تحوز دور تفرهد عادي حتى نكلموك نهار ونتفقوا اللي فيه الخير ان شاء الله يصير تحيه كبيره نعيمه ومنتصر نعود مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل الإشارة